نعم، أنا نقول هنالك الكثير، واتصلوا بي يعني حتى نسوة أو حتى رجال يعني من يشتكون من مشاكل أسرية، يعني الزوج ينفعل يقول أنا اعتدت على نمط ما أن اعتدت على نمط يومي معين، على سلوكيات معينة، يشوف نفسه قاعد في البيت ينفعل، نقول أنه تحدث هنالك مناوشات بينه وبين الزوجة وحتى مع أبنائه، وبالتالي بالعكس كذلك يقول لك هنالك رجال من يشتكون من نكد نسائهم. أنا نقول هذه فرصة، لازم ترجع تلك الثقة المفقودة، لازم يرجع ذلك التواصل المفقود. لهنا دور كل واحد أنه هو يمنح الطاقة الإيجابية للآخر. هذه هي الأسرة، الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع. الأسرة اليوم هي راهي نقول عندها تحدي، الأسرة الجزائرية أن تجابه الوباء، التحدي كيف يكون بالاستقرار الأسري